شطرك هنرجع نلعب مع الشيطان، ورجعنا أعزائي المشاهدين مع اللعب مع الشيطان والنفسية المصرية. اشمعنى المصرية النفسية؟ ما يعيب الشوم والعرب من هو؟ لا العرب حلوين على عيني وراسي. حاجتين العرب I think ان هم they have their shit together اكتر من المصريين، والمصريين مفتقداهم زي كأني واحدة ست ما عندهاش عيال وبتتبنى عيل. بس المهم على رأي واحدة صاحبتي فلسطينية، صحيح بتقول للبابا فلسطينية، بتقول للبابا احنا يا عمو مش هردين وما عندناش ارض، فعشان كده لما بنيجي امريكا بنتلم على بعض وبنعمل عيله كبيره. وما شاء الله لما بتشوفهم هنا في امريكا بتلاقي العيله يعني 22 ما اعرفش ايه، وبعدين 25 هنا، وبعدين كده قبيل يعني اللي هو جيش ما شاء الله. اوكي فكل مشكله وربنا بيعوضها سبحان الله. بس دايما المصري بيشوف ان المشكله بتاعته ملهاش حل وملهاش يعني لو هي مشكله وخلاص، مع انه سبحان الله مرض يعني الناس محرومه من الوطن، وانتوا عندكم الوطن وعندكم ما علينا ما علينا. مش هبطل اقولها ابدا، انت بتبطر عن نعمه يا مصري، مش هبطل اقولها. للبنات بقى او الستات، سبيشالي الستات او ستات البيوت، في حاجه بقى انت لازم تعرفيها عشان خاطر ان شاء الله ما تخربيش بيتك. لما مؤاخذه ده بيتك هو اندروير، اعتبريه اندروير. انا اسفه على التشبيه، انا من فيسبوك في حاجه اجتماعيه خفيفه مش تلفزيون ولا جامعه ده. عايزه بس افهمك ان هو قد ايه برايفت، قد ايه البيت ده حاجه ما حدش في الدنيا يشوفها ولا يسمعها ولا اي حاجه خالص، ما يقربش منها. ومش عايزه اوصفها بوصف تاني بقى اقوى عشان تقول لك لما تمضي عقد مع ربنا ان انت متجوزه خلاص، ساعتها بقى اللسان ده بيتقص. عارفين الناس اللي بتطلع السيكريت ميشنز وبيقولوا لا ارى لا اسمع لا اتكلم، ولسانهم مقصوص؟ فعلا هو ده اللي لازم تعمليه في حياتك في بيتك عشان بيتك يمشي بسلام. ليه بقول لعب مع الشيطان كتير؟ لان العلم عمره ما هيثبت لنا الشيطان بيعمل فينا ايه، بس ربنا قالها واحنا مش عايزين ندركها لسه. كل حاجه جميله بنمتلكها هيوحشها لنا، سبيشالي الستر، سبيشلي لما تكون واحده متجوزه ومستوره او واحد يعني في الحب الحلال ده اللي هو الجواز، الرحمه، تكمله الدين اللي هو الشركه اللي بتخلي الواحد اقوى، اللي بتعالج النفوس، اللي بتخلي الواحد نايم مرتاح، اللي بتخلي الواحد غضبه بتعمل حاجات، مفروض علاج لحاجات كتير قوي الجواز. لسه واحد من صحابي بيقول لي مش عارفه حاسس ان انا عندي 60 سنه، هو شاب كل على بعضه 30 سنه بس بيشتغل في الجفرمنت، يعني بابا بيقول له اتجوز، بابا قال لي he needs to get married، يعني حله ان هو هيتجوز هيبقى كويس هيبتسم شويه. اوكي المهم ان انت تدخلي ناس في بيتك، لما مؤاخذه تخيلي ان انت ده الاندروير بتاعك والناس بتشوفه، مين بقى اللي المفروض يدخل البيت؟ لو عليا انا والله ما ادخل غير ابويا وامي واخواتي والناس اللي هو ايه اهلي واهله، وخلصت على كده. بقالي 6 سنين في فلوريدا، بيتنا فعلا فعلا ما بيدخلوش اي حد في ال6 سنين. 15 سنه قبليها في تكساس كانت عمليه بحري، اتعلمت عشان كده جاي اتكلم معاكم. 6 سنين ممكن اكون بتكلم الاعشاب اللي بره والشجر والتمساح اللي بره والحاجات دي كلها، مش بقول لك انعزلي خالص، بس اصبري لغايه ما تلاقي الناس المناسبه اللي تقدر تدخل البيت. اذا كان الشيطان لوحده، لو مراتك ملك الجمال هيوحشها في نظرك في عينيك. تخيل الناس اللي بتدخل البيت وما شاء الله تشوف حاجه حلوه، الحاجه دي هم محرومين منها، بعد الشر اللي محروم مثلا من خلف، او بعد الشر اللي محروم من مال او من جمال او من حب او من جواز اصلا. اللي عايش بيعط كل يوم وبيشوف واحد ما شاء الله حب حلال، نفسه طبعا في كده، نفسه في زوجه بدل ما هو مع اي واحده. فاهمة قصدي؟ فاهمين what I'm trying to get to؟ النفوس البشرية محدش ما عليهاش ما تقدرش تشوف ايه، هو نفسه مش عارف ان هو بيحس بكده. ساعات الواحد من كتر الحرمان ما بيبقاش عارف مثلا، او من كتر ما هو زعلان من حاجة، او عدم الذكر الكتير، لسانه مش متعود على ما شاء الله الكلام ده كله. اي حد بيحسد، الشعراوي انا كنت بسمع له ان هو اي حد ممكن يحسد، انا ما عنديش فوبيا الحسد خالص، ولا كل شويه اقول لك اصل الحسد اصل الحسد، ولما يقعدوا يقولوها لي بتخنق. however I strongly believe، وطبعا ما اسمهاش energies بس،
احنا مش هنسيب كتاب ربنا ونقعد نقول لك الطاقات السلبية والإيجابية والمديتيشن والاضطرابات التفكير، ونمسك في العلوم اللي البني آدم بيحب ده وده. خلي بالك من الشيطان، قصي لسانك في المشاكل، اول ما المشكله تحصل تلجئي لربك قبل العبد، ما تقعديش تلفي على الناس كلها عشان تعرفي تحلي المشكله وتنسي ربنا خالص. تلجئي له ازاي؟ تتكلمي معاه في القران من خلال القران. اي مين ات، ومش ضروري تبقي شيخه ولا محجبه ولا اي حاجه من الحاجات دي عشان تعملي الاساسيات دي. اي ستيد ييرز وما زلت بتعامل مع حاجات زي دي، مشاكلي هنا، مشاكلي ومصايبي هنا، وبتهدى. مفيش مشكلة بتستمر، بتهدى، بس لما تبقى منقولة من محد لحد 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 صدقيني مش هتهدى. Think about it. خلي بالك من الأندرويد بتاعك. Alright. وانت طبعا حاسة بالرب، لو راجل اجتماعي زيادة عن اللزوم يبقى هو ده الكلام ليه. عادة الموضوع ده للستات، والشيطان بيحب يزن اكتر للست، بس خلي فيه ادراك للشغل بتاع الشيطان، احرقوه كتير. كل اللي عليكي تعمليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تختاري الناس، اسرار بيتك بما فيهم جوزك بيشتغل ايه، ولا جبتي اكلك منين، ولا الجو البسيط ده ما تتقالش لحد خالص. علاقتك بالناس احترام وليميتد، ولما حد يسالك سؤال زي ماما كده بتتسال ساعات اسئله شخصيه، اقول لها ماما ممكن تردي في منتهى الاحترام، معلش الموضوع ده شخصي. All right. سلام.